يقول: ما تفسير هذه الآية ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه؟ أي نعم، لو أنها أبو العام هذا الذي أعطاه الله العلم ولكنه آثر الدنيا على الآخرة وآثر حب الدنيا على العمل بعلمه، الله أخزاه وخذله سبحانه ولم يرفعه بها، لأنه ما أراد الرفعة، ما أراد لنفسه الرفعة نعم والعمل بما علمه الله، فخذله الله وعاقبه نعم.